اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين برنامج حل تمك. احنا هون من قريه البعين انجدات، بدي اقدم لكم طبق اللي هو الزقيات. هو طبق قديم من التراث، في كثير ناس بتعرفوش اخرى. الطبق هو مكوناته اول شيء الطحين، شومر مطحون، ينسون مطحون، محلب مطحون، سكر فانيل وبيكنج باودر، وطبعا سكر وزيت زيتون. اسا بدنا نحط المكونات الناشفه كلياتها. بدنا ندير عليهن مي. طبعا المي هي عباره عن 6 كوبايات احاد الاستعمال. بديش اديرهن كلياتهن عشان لقدام اذا حسيت انه في حاجه اني ارخي العجينه اكثر بزيد. هي الطريقه سهله كثير وبسيطه وبيحبوها الكبار والصغار، كانوا جدودنا يعملوها كثير. بهاي الوقت انا بدي احمل ماكينه. بالزمان كانوا يعملوها على الصاج، بس اسا فيش صاج. استبدلت انا الصاج بماكينه الكريب، تلفى عليها يعني بتزبط. هيك صار عندنا العجينه جاهزه. عجينة رخوة، بنصبها على الماكينة بس تحمى. ونمدها. احنا بنستناش على العجينة تنها تخمر او دغري بنشتغل فيها. طبعا بس تنشف العجينه من فوق بنبلش نفتح طريق انه نقلبها. هي العجينه زي عجينه الصاج الشراك. بس انا بهالوقت بدي اخبزهن كلياتهن، اخبز الكمية. وانا كمان اولادي بحبوها، بدهنوها شوكولاتة مش زيت زيتون وسكر. كمان كثير طيب العجينة دهنها شوكولاتة. بنمد العجينة منيح اللي تطلع كلياتها نفس الخمن. نحط عليها زيت الزيتون ورشة السكر. طبعا هي اللي بيطيبها زيت الزيتون والسكر، وهي كثير نعملها موسم زيت الزيتون، موسم الزيتون قطيف الزيتون تيجي عبالنا ونعملها. السكر طبعا حسب كل واحد وذوقه، في ناس بتحبه كثير في ناس بتحبه خفيف. في ناس زي ما حكيت بتدهنه بزبدة بترش عليه سكر، في ناس بتدهنه بسمنة بترش عليه سكر. كل بني آدم كل إنسان وذوقه بالأكل. هيك خلصناهن تدهين، إسا بنقسمهن ونزينهن بالفستق الحلبي. إسا بنقسمها ترابيع، نزينها. طبق صحي لذيذ، مكوناته موجودة بكل بيت. ها
ها طبقنا كان لليوم، هو اللزقيات. كل سنة وانتم سالمين ورمضان كريم، ينعاد علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية بألف صحة وخير وسلام.